من منطقة الكاظمية ينضم إلي مباشرة مراسلنا محمد فراس. محمد، مرحبا بك. الزيارة الرجبية اقتربت من الذروة، قربنا من الأجواء أكثر. نعم، إلى هذه الساعة يحث الزائرين خطاهم متوجهين إلى مرقد الإمام موسى بن جعفر، حيث هو خلفي الآن في مدينة الكاظمية في بغداد. الزائرون الذين يقصدون بغداد من كل المحافظات العراقية الوسطى والجنوبية والشمالية أيضا منذ أيام عديدة، وهم مواصلين سيرهم وصولا إلى بغداد وإلى مدينة الكاظمية. تحدث عن أجواء مدينة العاصمة بغداد من ناحية إقبال الزائرين، فهي تشهد إلى هذه الساعة زيارة مليونية قبل ساعات من موعد الذكرى، وقبل أيضا أن يكون هنالك أو قبل الدخول في العد التنازلي لموعد الذكرى اللي هو يعني صادف يوم غد 25 من شهر رجب. بالتالي مدينة الكاظمية إلى هذه اللحظة تشهد ذروتها من ناحية إقبال الزائرين لإحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام في مدينة الكاظمية في بغداد، كما هو في كل عام. هذا العام شهد خطة أمنية مرنة يعني، ولاقى هذا استحسان الزائرين من ناحية وصولهم إلى العاصمة بغداد سواء من باقي المحافظات أو وصولهم إلى مدينة الكاظمية، القاصدين الذين يقصدونها من المناطق أو من مناطق العاصمة بغداد. خطة مرنة، القطوعات الأمنية فقط في مقتربات سير الزائرين، وما والشارع الذي يشهد كثافة سير الزائرين يكون هنالك قطع إما جزئي أو كامل. أما باقي مناطق العاصمة بغداد فهي لم تشهد قطوعات أمنية، والتي شهدت منها قطوعات أمنية قد تم افتتاحها مؤخرا ساعات، وتكون ساعة الصفر لذكرى لإحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر. وأيضا الليلة هي ليلة إحياء ذكرى استشهاد الإمام، ستكون هنالك إقبال أكثر كثافة في الساعات القادمة. نحن تجاوزنا منتصف النهار، وما بعد صلاة المغرب والعشاء ستكون هنالك أو ستشهد الكاظمية كما هو متوقع من العتبة الكاظمية يكون هناك إقبال مليوني كبير، وسيكون هنالك زخم على مستوى عالي. أيضا مفارز وزارة الصحة منتشرة في مدينة الكاظمية، وأيضا على طول خطوط سير الزائرين المختلفة، وكذلك مواكب تقديم الخدمات المتنوعة من خدمات الطعام وخدمات المعونة الصحية وأيضا خدمات المبيت للزائرين القادمين من باقي محافظات العاصمة بغداد. مدينة الكاظمية أغلب مداخل مدينة الكاظمية أمنيا هي مغلقة بحواجز كونكريتية عدا سيطرة واحدة فقط لدخول العجلات، تكون من أقصى مدينة الكاظمية على بعد منطقتين أيضا وصولا إلى منطقة شاطئ التاجي، ومن ثم الدخول إلى شارع المحيط والوصول إلى هنا. هذه السيطرة مخولة فقط لمن لديهم نداءات وتنسيق مع الجهات الأمنية. باقي مداخل العاصمة بغداد مغلقة فقط للسير الزائرين يعني راجلة فقط، لا توجد هنالك حركة للمركبات داخل مدينة الكاظمية. وأيضا المناطق التي هي تكون مقاربة لمدينة الكاظمية كمدينة الأعظمية، شوارع مدينة الأعظمية، شوارع منطقة العطيفية، وباقي أيضا الشوارع المؤدية إلى مدينة الكاظمية التي تشهد زخما للزائرين تكون هنالك، والقطوعات فيها مستمرة إلى غاية الآن. ستبدأ القوات الأمنية وباقي الجهات الحكومية بمرحلة التفويج العكسي. بالتالي لربما حينما طرحت السؤال على العميد مقداد ديري أجابني بأن يكون هنالك لربما افتتاح لمدينة الكاظمية ومداخلها مساء يوم غد بعد الظهر أو بعد لربما صلاة المغرب. من يوم غد ستكون هنالك افتتاح لمدينة الكاظمية، وإن استمر الزخم سيكون هنالك الافتتاح أو سيكون الافتتاح يوم الأربعاء القادم. من الكاظمية كنت معي محمد فراس، شكرا جزيلا لك.